ولذلك يكون الإمام حكيما، أول ما يكون لديه أن يطبق السنة. فالسنة أتت في قراءة السور في الصلوات ما بين تطويل وتقصير ووسط، يطبق هذا وهذا، لأن بعض الأئمة إما يدرج على أمر وهو التطويل مطلقا أو التقصير مطلقا، وهذا خالف السنة وهذا خالف السنة، والسنة أن ينوع كما جاءت بذلك السنة. لكن أحيانا، وهذا أيضا يفتقده بعض الأئمة، يفتقد الحكمة، لأن ترغيب الناس إلى الخير مطلب، وذلك إذا وجدت مشقة على الناس. مثال ذلك في مثل هذه الأيام نجد أن ما بين الفراغ من صلاة الفجر إلى أوقات الدوام للمدارس قصير، لا تطول في مثل هذه الحال، ولو كانت السنة في الفجر التطويل، لكن لا تطول من أجل أن لا تشق على الناس، لأن الناس وراءهم من الأشغال، والشرع رفع مثل هذه المشقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاء هذا الصبي وهو في صلاة الفجر ومن شأنه التطويل يقرأ ما بين 60 إلى 100، تجوز في قراءته بأقصر سورتين. ولذلك في السفر لما كان مظنة المشقة كان يقرأ في الفجر بالمعوذتين. فليكن الإمام حكيما، لكن في حال السعة وعدم وجود المشقة فلا ينظر إلى الناس، لأن كثيرا من الناس لا يريد التطويل. لو سألت بعض الناس مثلا في سنة فجر الجمعة قال لا نريد أن يقرأ الإمام استجد والإنسان، هذا لا يلتفت إلى كلامه، لابد أن تطبق السنة، السنة تطبق. لكن إذا كان في تطبيق السنة حرج وضيق على الناس، فلماذا نشغل الناس في صلاتهم عن الصلاة وعن الخشوع؟ أحيانا في صلاة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها، كان يطيل، كان الرجل يذهب من بيته والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويذهب من بيته إلى البقيع ثم يرجع ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. لكن بعض الناس يقول أو يظن أن الظهر هو التطويل مطلقا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض الأحيان في صلاة الظهر بسبح وبالغاشية، قرأ بالسماء ذات البروج والطارق، قرأ بالليل إذا يغشى، يتنوع. لكن في مثل هذه الأيام لما والله مثلا تجد أن صلاة الظهر تكون موافقة لخروج الطلاب والطالبات من المدارس، كون الإمام يطول هذا سيشق على الناس، فلماذا نضيق على الناس؟ فخلاصة القول السنة هي التخفيف. ما ضابط التخفيف؟ هو فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال ابن عمر عند النسائي قال كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، فالصفات من التخفيف. لكن إذا وجدت مشقة على الناس فيما هو الدارج في مثل هذه الأيام في شأن الصلاة مثلا في صلاة الفجر أو في الظهر فلا يشق على الناس، لكن في حال الساعة مع وجود إجازة أو طول الوقت فلا يلتفت إلى الناس. وإذا علم المأمومون أن هذا الإمام يطبق السنة ما بين تقصير وتطويل أو تقصير إذا وجد عارض، فإنهم سيقبلون منه ولن يعارضوا، لأنهم يعرفون أنه يريد تطبيق السنة، فهي ليست خاضعة للاجتهاد.